في ظل الزخم والاحتفاء الشعبي الواسع بالوحدة اليمنية، كان لأبناء محافظة المهرة كلمتهم الفاصلة ردا على الأصوات والمزاجات التي تحاول الهيمنة على الإرادة الشعبية الكبيرة الداعمة والمتشبثة بالوحدة اليمنية. ورغم مرور 33 عاما على تحقيق هذا المكسب الوطني، إلا أن وهج هذه الذكرى لم يتلاشى، بل يزداد حضورا وقوة بين مختلف الشرائح المجتمعية على امتداد مديريات المحافظة. ها هي المهرة اليوم تحتفل بعيد الوحدة اليمنية، فلا أحد يزايد على المهرة، المهرة دائما وحدوية. وكما ترون إن المهرة اليوم تحتفل من ضمن المحافظات الوحدوية بعيد الوحدة، هذا المنجز العظيم الذي يعني هو هدف كل يمني وهدف استراتيجي لليمنيين، يحقق تطلعاتهم وأمنهم واستقرارهم. والوحدة اليمنية هي حجر زاوية للوحدة العربية، لا يمكن الاستغناء عن الوحدة اليمنية مهما كان الأمر. فحقيقة المهرة أثبتت لليمن بشكل عام وللعالم بشكله إن اليمن إن المهرة هي محافظة وحدوية. فالأعلام الجمهورية التي تزينت بها مختلف شوارع محافظة المهرة هي رسالة واضحة لكل المتربصين بأمن واستقرار هذه المحافظة التي كانت في دائرة التهميش قبل الوحدة، وها هي اليوم تعلن رفضها للعودة إلى الماضي المرير الذي عاشته خلال تلك الفترة. وبعد مرور 3 عقود على عمر تلاحم أبناء الشعب الواحد، تستمر الاحتفالات الشعبية والجماهيرية والهتافات المعبرة عن عظمة الوحدة، إلى جانب إطلاق الألعاب النارية للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة، وتنظيم المسيرات بالمركبات وهي متزينة بالعلم الجمهوري. أننا في محافظة المهرة اليوم نحيي هذه الذكرى الكبيرة على قلوبنا وعلى قلوب أبناء الشعب اليمني، أن اليمن سيظل في قلوبنا والجمهورية ستظل في قلوبنا، وأن العلم الجمهوري سيرفرف في جميع أنحاء اليمن. أننا ضد من يمزق اليمن، وضد من يفصل اليمن، وضد من أراد أن يقضي على مقتدرات اليمن. أننا سنجعل وسنطالب كل أبناء اليمن أن يكون اليمن موحدا وليس مجزئا. كل تلك الشواهد التي يجسدها الواقع بحقيقتها ومدى اعتزاز هؤلاء بانتمائهم، وهم يحتفلون بعيد لم يتحقق إلا بعد تضحيات جسيمة، وهو ما يتحتم على الأبناء والأجيال الحفاظ والدفاع عن هذا المنجز ليبقى خالدا ومتجددا مهما بلغت العواصف وحدة التحديات والمؤامرات. أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهيل، محافظة المهرة.